الأسبوع اللي فات شفنا الفنانة القديرة لمى عبد العزيز بتتكلم عن حياتها وفنها. النهاردة بنواصل حديثنا مع الفنانة الجميلة لمى عبد العزيز. تاني مع الفنانة الكبيرة لمى عبد العزيز. هل الحب اللي كان في فيلم رسالة من امرأة مجهولة ده حب موجود الآن؟ يعني لما لو عملنا هذا الفيلم الفيرجن بنسخة 2013 هل هيكون مقبول؟ هل لسه الحب أو لسه الناس بتحب بنفس المفهوم اللي كان موجود في الفيلم ده برومانسيته باللوعة الحب روعة الحب اللي كانت موجودة؟ احنا مولودين بمشاعر ولا انتو بدائية ما تغيرش؟ لا انتوا جيل مختلف. انتوا جيل لا عموما انا بتكلم على بني ادم. بني ادم مولود بمشاعر معينة بدائية ما بتتغيرش. مجتمع بيغير حاجات كتير من جيل لجيل من قرن لقرن. هل الحب ده والتفاني ده دي هتكون تطبق النهاردة؟ قالي لا. الحب القلب موجود زي ما هو، المشاعر موجودة حسب الشخصيات. يعني يجوز قوي شخصية تأثرت ب سرعة الحياة والمادية والاحتياجات لكن يوم ما هتحب اذا كان فعلا في حب صادق قولي لا. انا اعتقد ان احنا ناقصنا المشاعر دي علشان الحياة بتنسينا طلباتها كتير، لكن كلنا نستطيع ان احنا نحب بالطريقة دي كلنا لغاية النهاردة والى الابد. يعني السينما لو النهاردة عملنا فيلم زي رسالة من امرأة مجهولة يكون مقبول من الناس؟ اعتقد مش تحس ان حب افلاطوني، حب غريب، المرأة اللي تسيب الراجل اللي بتحبه في ليلة واحدة وتسكت وتصمت لا في وتضحي في وتخلف. في افلام كتيرة جديدة وبتتعامل بالشكل ده والناس بتقبل عليها لانها بتعبر عن حاجات يمكن في داخلها مش زي ايه. مدام لولا شفتي مؤخر عجبك مثلا؟ يعني انا بشوف افلام كتير بيبقى فيها تركيا مثلا المسلسلات. لا دي حاجة ثانية، ده موضوع ثاني. التركي ده موضوع ثاني. يعني مش هو دي قمة الرومانس والغرام؟ يعني دي حاجة نقصانا ولما بنشوفها على الشاشة يمكن بتعوض لنا النقص اللي احنا وقتنا او انشغالنا ما بنلحقش. يعني عشان كده بنتمسك يمكن بالافلام دي لغاية النهاردة. لغاية النهاردة لما تشوف ذهب مع الريح او تشوف الافلام دي بتبقى قاعد عايز تتفرج. ولا جاني لاف مينز يو ماستنت سي سوري ونقعد نعيط. بالظبط. لاف ستوري دي بقى حديثة مثلا نسبيا. شور. لا انا متهيالي ده سينجينج ان ذا رين وغيره بيعوض لنا ما ينقصنا ان احنا نمارسه في حياتنا اليومية. اعتقد ان احنا كنا نحب لو كان الجو يسمح ان احنا نتفانى في الحب ونعيش الحب، لكن لازم نشتغل ولازم ننتج ولازم نكسب ولازم قطاع الحياة برضه. بالظبط كده. والسينما لازم تكون كده. يعني احنا اعتقادي انا ان غير انها واقعية واكشن وفي يعني مذاهب كتير وجورات كتير للافلام، لكن السينما هروب من الواقع. بنخش والنور بيطفي وبشاشة قدامنا وبنعيش حياة الناس دول والجمال كتير. بينقصنا متهيألي السيناريو الجيد وبينقصنا بعض المشاعر. اعتقد المنتج الجيد كمان همه على انه يحط 10 تطلع له 20 بعد شهر ولا شهرين وانتهينا. النكتة السريعة الهيافة الحاجات دي ما بتعجبنيش ابدا الحقيقة. يعني بندق على مشاعر ويمكن مش عارفة اقولها ازاي
واطية عن المشاعر السامية يعني، وبتكسب وبتمشي. لكن السينما ليها أهداف بتشعل فينا المشاعر الجميلة اللي كلها فن وكلها روح وكلها عظمة يعني. مش ضروري بقى ها 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 ونضحك ونشوف الرأس يعني، دي حاجات ما افتكرش ترضيني انا بالذات. عملتي نقلة غريبة جدا، شوفي يعني من بداية حضرتك وانت شغالة في لاين جد، دموع حزن حب، وتحولتي للكوميديا واه من حواء. ايه النقلة الغريبة دي؟ اميرة البنت المسترجلة ويا جدو ها ورشدي اباظة، فيلم غريب ولطيف والناس كلها كل ما بتشوفه، انا شخصيا حاضر اتفرج عليه اكني بشوف الاول مرة. اخترتي ازاي دور اميرة؟ معاكي رشدي اباظة، معاكي استاذ حسين رياض، استاذ عبد المنعم ابراهيم، يعني مجموعة جميلة، وانت عاملة دور مختلف تماما. انا في الواقع كوميديان في داخلي، كل الناس فاكرة رومانسية وبتاع، لكن انا بحب الكوميدي جدا، ودايما كنت بسمع من الاساتذة في امريكا وكده ان الكوميدي اصعب بكتير من الدراما. يعني الدراما تفضل تخبط في واحد كم خبطة لغاية ما عيط، لكن عشان اضحكك يعني او طول عمري عايزة اعمل كوميدي، ويقول لا انتي رومانس انتي مش. فجاء مرة الاستاذ فطين عبد الوهاب في المكتب وقاعد وبيحكي وبيتكلم، فبيقولي بتحبي تعملي؟ قلت له احب جدا اعمل كوميدي. فجينا بمشروع التيمينج اوف ذا شرو اللي هو من حواء، حصل معارضة جامدة جدا جدا من الممولين ان ما يتعملش الفيلم ده، ان انا ما اعملوش يعني. فانا وفاطين اقنعنا المنتج ان احنا نعمله، وكان اول فيلم عربي يتعرض في سينما مترو. كانت سينما مترو دي سينما فخمة وما فيش افلام عربي بتتعرض فيها. اول فيلم، وكان الطابور حوالين عماد الدين وسليمان باشا، نجح نجاح مش معقول. و قد ايه انبسطت وانا بعمل الفيلم ده، لان بطلع كل الكوميدي اللي انا حاسه بيها. بس حصل تفاعل بينك وبين رشدي اباظة؟ بيني وبين فطين اكتر من رشدي فطين. طبعا رشدي عملنا مع بعض 5 افلام يعني، بس يمكن ده كان اول بطولة بقى مباشرة. لا شوف، رشدي ما فيش شك انه كان فريد من نوعه، دمه خفيف من ناحية هو بيحب الستات، فبيعامل الست بشكل يعني مميز جدا. فالست غصب عنها بتحن او بتتأثر بالمعاملة دي. يعني كنت اخش الاوضة بتاعتي الاقيها فيها ورد من السقف للبلاط للحيطان لكله، وبعدين يخش رشدي كده وينحني ويبوس الايادي. فغصب عن الواحد بيبقى متأثر يعني بالمعاملة دي وبالكلام بتاعه الحلو ده. بس ده ما يمنعش ان كان بيعكسني كتير جدا جدا جدا، ويعمل فيها مقالب كتيرة جدا جدا جدا. المشهد اللي وقعت فيه في المية ده كان حقيقي؟ طبعا وقعت فيه. لا طبعا يعني كان حقيقي. ده الجو يمكن اللي كنت فرحانة وانا قاعدة في وسط الناس، لان كان غصب عننا بقى احنا في عزبة، فكنا بنضطر ناكل مع بعض نقعد مع بعض. فكنت سعيدة جدا لانها كانت مجموعة جميلة وكلهم روحهم حلوة. طين كان بيعمل جو كبير جدا 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 مفيش شك يعني. عمل فيها مقلب في الفيلم ده،
كل ما اعمل حاجه يضحك. اقول له مش معقوله انا بضحكك بالدرجات، كل ما اعمل حاجه يضحك. فجاء في مشهد العريس قال لي اعملي اي حاجه انت عايزاها عشان تطفشي. فابتديت اعمل له حركات عشان تطفش. المهم بتعملي حواجبك؟ قعدت اعمل حاجات لمده يمكن ربع ساعه. لا اختار العريس كويس قوي بصراحه، انتوا جبتوا عريس كويس يعني الحقيقه. الاستاذ فاطين جاب عريس ممتاز. فالمهم اني استنى حد يقول لي ستوب، مفيش حد، مفيش، عمال اشتغل وجعني وعينيا وجعتني، حاجبي وجعتني، وان حد يقول لي ستوب مفيش. تريهم كلهم سابوا الاستوديو بميتين على روحهم من الضحك من بعيد، وسايبين الكاميرا دايره وانا عمال. كان فاطين بيعمل مقالب جامده جدا، وكان عنده روح مرحه، و الله يرحمه. عملنا مع بعض عروس النيل كمان. عروس النيل جه بعد على طول من حواء هانيس، عودي الى اتون. والناس كلها حبت هميس. هميس وعروسه النيل الجميله هميس. هميس دي فكرتي انا. احكي لي بقى ايه عروسه النيل وهميس، حكايه هميس ايه؟ انا عندي عشق للتاريخ المصري القديم، فرعوني. الفرعوني، و من الصعب انك تترجمه يعني او يقبل. فجاتني الفكره دي وعجبتهم، وعجبت فاطين قوي قوي، وقعدنا انا وهو بقى نالف حاجات، تعمل ايه وتسوي ايه وتلبس ايه ما كناش منتظرين ان يعني هيعيش الاطفال النهارده لغايه النهارده 8 سنين بيحبوا ويقولوا هريسه وهريسه. انا فاكره احنا اتعذبنا في الفيلم ده، يعني رحنا الاقصر ويعني تعبنا فيه في التصوير. انا كنت في الفتره دي ما حدش هيصدق انا كنت عيانه جدا وقايمه من المستشفى، وكان في سرير بيتحط تحت الكاميرا على طول علشان بين المشهد والتاني انام، عشان كان عندي التهاب قوي. وحصل فعلا، لو كان في لعنه فراعنه فحصل فعلا كل يوم حاجه تصيب حد، كاميرا تقع بالنور بتاعها فوق دماغ حد، انا داخل مسمار في رجلي، كان مستمر ماشي حافية فاش مسمار قد كده، يعني كل يوم كان يحصل حاجه. وانا لما عييت فضل الاستوديو محطوط على حساب المنتج 15 يوم وانا عيانه في المستشفى. فلما بيشوفوا هبيس بتعمل ايه مش بيصدقوا ان انا فعلا كنت حالتي تعبانه جدا جدا. لكن اتوفقنا فيه، وكان في قبول فكره مصر. وقريت نهار حاجه في جورنال، اظن كان في الاهرام، ان اخر عرايس النيل هميس، وانه هيعملوا له احتفال. ده انا اللي مؤلفه الكلام ده. قلت ايه، مين اللي بيقول الكلام ده؟ مش تاريخي. قريتي كده في الاهرام؟ في ان اخر عروس اسمها هميس. اخر، وهيعملوا احتفالات كل سنه ويعملوا اخر عرايس. طيب احنا بنرجع دلوقتي لافلام السينما هي المرجعيه بتاعتنا. والله فوجئت، قلت معقوله الكلام ده؟ يعني ده تاليفه موضوع هميس وعروس النيل، مش ملهاش. لا لا لا، مش تاريخي، مش تاريخي، مش تاريخي. لا لا لا، فانت يعني الفكره طبعا جايه من التاريخ، لكن التفاصيل دي كلها تفاصيل. واتون ومش اتون، واتون يتكلم، واتون يطلع في التلفزيون. وعودي الى اتون. اتون يعني مفروض اله، اله الشمس، اله مصر القديم. وامون يروح يقدم لامون عشان يخطبك. اتون ايوه. وعمرك 4675 سنه. انت بتضحكني دلوقتي، تفكرني بالمشاهد دي. انا كنت ناسيه كل الحاجات دي والله. مع الرائع العظيم عبد الله قيس.
وطبعا معاكي بقى مدام شويكار صديقتك اللي كانت بتيجي تقرا لك الكف ولا وكانت معايا في غرام الاسياد وكانت معايا في بهية اظن. تجربتك ايه بقى ده الشلوي؟ ده فيلم طابع اخر سياسي بيتكلم على فتره الاحتلال الانجليزي لمصر، ليه بعد اخر مختلف. وعبد الحليم حافظ طبعا هو اللي عامل الملحمه الجميله. لا انا ما كانش لي الدور، ولا كان يعني ما كنتش داخله في المشروع خالص. بعدين اللي حصل ان كان عبد الله الرئيس اول فيلم يعمله، وكان في عجز هيبيعوا الفيلم ازاي. فجاء استاذ رمسيس اترجاني ان انا اساعده واعمل ادهم الشرقاوي. انا كنت معجبه بحمدي وعبد الله الرئيس يعني جدا، وشفت ان الدور فيه شيء كتير قوي بالنسبه للممثله، لكن في شيء. طبعا هو دور عبد الله وهو اللي شايله، لكن في نفس الوقت ما كانش عندي مانع ان انا اساهم. وطلعت في الاخر عمل جيد جدا يعني. حسام الدين مصطفى كان المخرج، وبرضه كان في عذاب بالليل وفي الجبال وبتاع، لكن ما تندمتش ان انا عملته، لان حسيت انه عمل شعبي. لا برضو بس ده يمكن من افضل يعني اكتر فيلم احبه يمكن. ليه؟ احسان طبعا، قصه احسان عجبني قوي. الخادمه اللي بتكافح وتحب وتضحي وتشتغل وتشقى وتتعب وتطلع وتطبخ وتعمل، وبعدين بعد ما الشخص ده يوصل لمركز يقول لها انت خدامه وانا وكيل نيابه، اثرت فيها جدا. وبتحصل كتير قوي في المجتمع، الطبقات الاجتماعيه دي بتاثر فيا، لاني بحس ان كلنا مولودين سواء. وبعدين بقى اللي عنده فلوس بيطلع في طبقه، واللي متعلم يعني ما اعرفش. من الناحيه الانسانيه كنت متاثره بالبنت دي قوي، سنيه دي، فحبيت اعمله لاني حسيت بألمها وحسيت بعذابها. حسيت ده مجتمع بحاله عندنا، يعني طبقه بحالها، يمكن معظم الشعب المصري. فكنت محترماها جدا ومقدراها جدا، وعايزه اديها حقها على الشاشه يعني. اكتر دور حبيته يمكن او اثر فيا هو الدور ده. وجاء استاذ علي ادريس مره، كان بيعرض عليا شغل، فقعد بيحكي لي على كل افلامي وحافظهم كلهم، وبعدين قال لي الا هي والرجال. انا سمعته بيقول كده، قلت له انا تحت امرك اللي انت عايزه، لان ما هوش فيلم بيتشاف كتير، وما هوش فيلم معروف، ويمكن مش مفهوم قوي. لما لقيته حاسس بيه وحاسس بالدور ومشاهد معينة وكده، أعجبت بيه جدا. شحاتين بيمثلك ايه؟ اضراب شحاتين ده احسان برضو. اضراب شحاتين حسن الامام قال لي، انا انبسطت بالشغل مع حسن الامام، مخرج مختلف عن اللي اشتغلت معاهم قوي. عنده تناقض كبير في شخصيته، شعبي جدا جدا جدا، ويروح مغني بالفرنساوي مره واحده. يعني كنت بحس انه ملم باشياء كتيره بين الشمال واليمين. قال لي انا هعمل منك حاجه تانية خالص، وفعلا جينا لاضراب الشحاتين. ومره
اتفقوا كلهم يروحوا يتغدوا في حتة في الحسين، كباب وكفتة وقتها ما كنت باكل الحاجات دي. فقال لي تعالي معانا، فقلت بس اغير، قال لي لا تعالي زي ما انت. فروح نزلنا من العربية وهما دخلوا المطعم وانا وراهم، فجاء جرسون مسك الفوطة، امشي امشي من هنا. انا اتخضيت مش عايزني اخش، كنت لابسه بقى شوال، وقفت بعيد كده مش بروح فين، ابص حواليا ولا في عربية ولا في بتاع، وحسن الامام قاعد جوه ميت على روحه من الضحك. في الاخر خالص نباهي شوف، كل ما لونت في الحاجة اللي انا بعملها كنت كل ما كنت اسعد، وكل ما حاولت ان انا اكبر العضلة دي اللي عندي. فحسن طبعا توجيهاته كانت ممتازة، لاني ما خدني الحسين وخدني فين ووراني شحتي ووراني التضجين ووراني وبعدين في نفس الوقت كانت وطنية. كان تاني مع الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز. مرة واحدة اعتزلتي ليه وقررت انك انت تسافري، رغم انك انت نجاح مجد فني واعتزلتي وانت في قمة مجدك، ليه وسن صغير؟ انا ما كنتش ناوية على الاعتزال، انا كنت ماضي عقد بثلاث افلام قبل ما امشي، قبل ما اسافر، وكنت اتجوزت وجوزي كان عايز يسافر يكمل دراسة برا، وكنت رايحة معاه على اساس ان انا هرستقه واطمن عليه واشوف له يعني طلبات وكده وارجع. وانا هناك طلب مني اني ما سافرش برجعش، وقعدت الحقيقة اوزنها في دماغي. ليه؟ عشان اكون معاه ولا عشان الاولاد؟ ما كانش فيه اولاد. طيب. كنا بقى متجوزين بقى لنا 6 أشهر بس. فقعدت افكر واوزنها، ولقيت ان انا قررت اتجوز عشان ايه، وهل انا يعني اخلاصي هيكون اكتر للجوازه دي ولا لعملي او لهوايتي. وحسيت اني يعني لازم اخد، وصلت المرحله يا يمشي شمال يمشي يمين، ما كنتش اقدر اعمل توفيق بين الحاجتين. وفي ناس قادرين على هذا، يعني ممكن يكونوا عندهم مهنة لكن انا من النوع اللي بيقولك صاحب بالين كذاب، انا كده، انا لازم احط كل حاجة في حاجة، ما اقدرش اكون متقسمة بكله بصدق وبإخلاص وبتفاني. كان لازم أعمل اختيار، واخترت إن الجواز ده حاجة يعني سنة وحاجة ما أقدرش أفرط فيها، وقررت إن الفن ده جوايا أنا، ما هوش حاجة يعني لازم أعرضها. اخترت ان انا اكون زوجة له. كنت راضية وقانعة؟ وكنت راضية فعلا، وعمري ما تندمت ومعرفش الندم. ندم دي كلمة مش في القاموس بتاعي خالص. ندم ده تضيع وقت وتضيع مشاعر ولا منه فايدة. الحاجة الوحيدة اللي بحس ان يمكن كان عندي طاقة كبيرة قوي يعني تبعترت مثلا، لكن ده بدون اي ندم. يعني عشت زوجة
متواضعة جدا، امسح البلاط واغسل المواعين ومش عارفة اطبخ، مش عارفة اعمل حاجة، يعني كنت عايشة في يعني دلع من بيت والدي، يعني عايشة متدلعة وعايشة متهنية. ورحت هناك عشت انسانة فقيرة جدا، ما حلتيش جنس حاجة، وقعدت كده مستحملة لغاية ما خلص، وبعدين عوض لي كل شيء. وعمري ما نمت ليلة قلت انا عايزة، انا متندمة على الاختيار ده. لما جبتي اولاد حسيتي بايه؟ اجمل انتاج ليا في الحياة. عوضك يعني؟ ما فيش شك ان احساسي بالامومة كانت حاجة جانب جديد خالص عليا، فتح مشاعر اكتر. يعني انا طاقتي بالنسبة للحب واسعة، ما كنتش فاكرة انها ممكن توسع اكتر، لكن فوجئت بان الامومة دي يعني عالم تاني خالص وبيكمل الانسان. يعني ما كنتش مكتملة قبل ما اصبح ام. واعز اسم اسمعه يا ماما، ورغم ان انا بعيد عنهم دلوقتي، هم عايشين في امريكا وانا عايشة هنا، فاحنا على اتصال باستمرار. عند حضرتك اظن في هم بنتين، بنتين وثلاث احفاد، ثلاث حفيدات لغاية النهاردة. اعمل الفرخة دي ازاي، اعمل الرز ده ازاي، يكلموني بصفة مستمرة. واحسن اختراع التليفون ده، لاني بحس ان انا في وسطيهم ومعاهم، وبزورهم مرة في السنة وهم بيجولي برضو. لكن هل بتحس بالوحدة دلوقتي؟ انا عايشة لوحدي دلوقتي، فقدت زوجي من أغسطس الماضي، وعايشة على ذكرى وبحمد ربنا يعني انه بعتهولي. كنا متفقين وعندنا نفس الآراء، نفس الأفكار، نفس الذوق. كان فنان رغم انه كان طبيب، وكان أب ممتاز، و اتملت حياتي. ما كنتش محتاجة امارس الفن او امارس السينما علشان حياتي تكمل. حياتي كاملة تماما بوجود ولادي واحفادي مع في حياتي. يعني دلوقتي بتعرض عليا حاجات كتيرة بقراها، حاجة تعجبني، زي مثلا لما استاذ علي ادريس قال لي بحب هي والرجال، قلت خلاص. فيعني بمزاجي كده عملت مسرح طبعا. وانا كان نفسي اعمله قوي. اختار الجو واختار طبعا الدور. طبعا مش هعمل حاجة زي اللي عملتها، لكن امارس الهواية، و حاجة بتساعدني. يعني مشاريع قادمة جديدة لحضرتك؟ في مشاريع. مش عايزة اتكلم عليها، بس في بقرا كم حاجة كده. ماما قالوا لسه بتطلع في الإذاعة؟ طبعا. أنا عندي أسبوعيا البرنامج بتاعي، يختلف كتير عن البرنامج اللي كنت بقدمه من سنة، لأن الأطفال بقيتش أطفال خلاص يعني. لكن يعني يمكن أعز حاجة لقلبي هو ركن الطفل. بكتب مقالة في الأهرام ويكلي كل أسبوع، بعالج فيها أي حاجة تيجي على يعني في بالي، سياسة، فن، ثقافة، حدث عالمي، أي شيء. بالمناسبة في حاجة عايزة أسأل حضرتك فيها، كان
كنت في حوار قبل كده مع أستاذنا الكبير دكتور عبد القادر حاتم، أستاذ الأجيال ومؤسس الإعلام والسياحة في مصر، وحكى لي حاجة غريبة جدا. قال لي إن في سنة 56 فترة العدوان الثلاثي على مصر كانوا عاملين محطة سرية بتعليمات من الرئيس جمال عبد الناصر، وكانوا بيستعينوا فيها باتنين عشان يعملوا بعض البرامج اللي توجه عشان خاطر تقلب المزاج الموجود لدى المستعمر الإسرائيلي وتحاول تبين خطورة الحرب. وكان من ضمن العناصر الفاعلة اللي كان بيستعين بها دكتور عبد القادر حاتم مدام لمنى عبد العزيز. الرواية صحيحة؟ صحيح. لا فعلا ده دور وطني ليكي محترم لازم انا اقوله عشان خاطر في كتير جدا من الاجيال الموجوده ما تعرفش الكلام ده. فعلا انا وكانت المحطه السريه دي بتطلع بيقول لي من اللي هي ام كلثوم اظن. صح. هو طلب مني وانا عملت، قلت له عندي فكره اعمل برنامج هل تعلم، قال لي اعملي. فكانت كلها اخبار ومعلومات على العدو وحاجات يعني مش اكاذيب، يعني حاجات فعلا يعني، وكان بيترجم لكل اللغات. وقتها كنا بنذيع بخمس ست لغات، من ضمنهم كان في عبري. كان الاستاذ احمد سعيد في صوت العرب يفضل واقف وانا بكتب في المكتب بتاعي عشان ينزل ياخد ويترجمه، لان كنت بكتبه بالانجليزي do you know كان اسمه، وينزل يترجمه ويتزع على طول فورا بالكذا لغه. وده استمر فتره طويله يعني. كرمك الرئيس عبد الناصر؟ كرمني. كان اول مره شفته كان في الجامعه الامريكيه، طلبوا مني ان انا اقدمه على المسرح، وحصل كده بينا وبين بعض نوع من انا يعني زي استلطاف يعني. انا ما عنديش هيبه لحد يعني، رئيس بتاع ما عنديش الحكايه دي، كل واحد يعني. فما كنتش بعامله كانه رئيس ولا بتاع، كنت بعامله كانه اتفضل معايا حاجه كده. وهو الظاهر عجبته الحكايه دي، فكان دايما ينفشني، دايما يقول لي انت شقيه. ابدا انا مش شقيه. فجاء مره طلبوا مني اني اعمل برنامج للتلفزيون، وقال امين حماد كان اسمه طبعا، وقال لي التلفزيون الرئيس عايزك تعملي برنامج. قلت له منين؟ انا لا بعرف اتكلم عربي ولا ماليش في التلفزيون، وانا في السينما ما المفروض ان انا ما اعملش تلفزيون. المهم ان هو صمم، وكان مفيد فوزي عايزني، فضل ورايا برضو لغايه ما عملت حاجه اسمها الغرفه المضيئه. كان اعداد استاذ مفيد، وقدمت برنامجين او ثلاثه مش فاكره. وبعدين سافرت بقى، كنت انا واسماعيل ناويين على السفر، فما رضيوش يدوني تصريح ان انا اسافر معاه. فتعب اسماعيل تعب علشان اخد تصريح ان انا ما قالوا له لا دي ملك الدولة مش ملك. قال لي يعني ايه؟ دي مراتي. بس يعني ليا تجارب في حاجات كتير، اذاعة، تلفزيون، حتى لما عملت عمارة يعقوبيان قالوا لي لا ده التصوير الفيديو ده مختلف ومش عارفة ايه، وهتتعذبي وهتتعبي وخلي بالك. انا دخلت اول يوم بعد نشوف بقى ايه 35 سنة ما اشتغلتش، اخش كده انا عايشة في الدور ولا هممني كاميرا هنا كاميرا هنا نور هنا. وكني كنت امبارح بتمثل، وكنت كاني امبارح بالظبط. يلا دولت، يلا رحت على طول. بعيش لما عايش الدور خلاص. بابا احمد استاذ احمد سارة مرة كنت قاعدة بقى متألمة كده، فطبطب قال لي والله خلصنا تصوير، والله خلصنا تصوير، احنا لسه عايشة متأثرة جدا.
فمش بتفرق معايا الوسيلة، كل اللي بيفرق معايا مشاعري أنا، إحساسي أنا، وده بيترجم سواء في الميكروفون أو في الفيديو أو في الكاميرا أو عندكم هنا. عايز أسألك عن أربع شخصيات: جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، محمد مرسي. أنا أعرف اتنين منهم بس، أعرف جمال عبد الناصر وكنت معجبة بيه جدا وأعتبر نفسي ناصرية إذا كان في هذا اللفظ يعني. أكيد. وده مش معناه إنه مغلطش، وأنا بعترف إنه غلط كتير، لكن مين فينا ما بيغلطش؟ كل ما بنعمل بنعمل بنغلط، اللي ما بيغلطش اللي ما بيعملش حاجة. كنت معجبة جدا بأنور السادات، شخصية كان اقتحم العالم كله، سياسي جبار يعني، نال اعجاب. احنا كنا في امريكا وقتها ونال اعجاب الامريكان. انا ما عصرتش عهد انور السادات هنا، لكن كنت قابلته، كنت عملت له حوار، كنت بعمل حوارات في الاذاعه، وكنت عملت له حوار في الاذاعه في قسم الانجليزي، وقابلته في البيت الابيض في واشنطن لما كان جاي زاير، كان أظن كان وقت كارتر. وإعجابي بيه كان عن طريق إعجاب العالم بيه أكثر من أي حاجة يعني. كنت فخورة بيه جدا لأن العالم كله كان عاشق أنور السادات. كان يوم مؤلم في حياتنا في أمريكا، مؤلم جدا جدا جدا. وانا لازلت او يعني لفتره طويله مخلصه جدا لمدام جيهان السادات يعني. حسني مبارك انا ما مارستش الحياه هنا في الفتره الاولانيه. الفتره الاخيره لما جيت كنت حاسه بالتعب والقلق الاجتماعي، لكن ما مش بالعمق بتاع الشعب نفسه، لاني ما كنتش عايشة هنا وعارفة. ولذلك انا لما وصلت قمة عدم الارتياح بالرئاسة بتاعته والادارة بتاعته، حسيت بوجود الثورة كحاجة كنت بحلم بيها، على اساس ان مصر او المصريين ما عندهمش الشجاعة او العزيمة او حتى الرؤية ان هم يعملوا انقلاب او يمشوا في الشوارع يقولوا مش عايزين حاجة او عايزين تحرر. فلما شاهدتها هنا كنت مش مصدقه نفسي، مش مصدقه. كان يعني انا كان نفسي انزل ميدان التحرير، بس اخواتي قالوا لي لا يقعوا يتكربسوكي مش هترجعي. لكن كنت سعيده جدا بالتجربه دي في حياه بلدنا. انا وطنيه جدا وبحب مصر، وعذابي وانا خارج مصر كان أليم. وزي ما البابا شنودة قال يعني، مصر دي ما هيش بلد احنا عايشين فيها، بلد عايشة فينا. انا احساسي كده بالنسبة لمصر. وابويا كان وطني كبير، وتمسكي بجنسيتي وبلدي وديانتي. كنت فخورة قوي قوي ان التحرر ده حصل وانا لسه على قيد الحياة وشايفاه وممارساه. وبعدين
ما اعرفش ايه اللي حصل، فركشت الحكايه. ولما جاء الدكتور مرسي ما تقربتش له، لان ما قربش نفسه لينا، يعني ما كانش بيطلع. كنت سعيده جدا ان احنا رحت انتخبت كذا مره، لكن ما فيش رد فعل مع الشعب، ودي حاجه انا كنت واخده عليها. مين؟ انتخبت عمرو موسى. وتاني مره؟ والتاني مره ما انتخبتش. لكن انا كنت شايفه ان عمرو موسى شخصيه عالميه محترمه سياسيه، يعني كنت شايفه في كل الميزات. النهارده ببص على الجبهه وبستعجب، يعني كل الخبره دي وكل السنين دي وكل المعلومات دي ومش عارفين يعملوا حاجه. يعني عندي خيبه امل كبيره جدا جدا في جبهه انقاذ. ايه ده؟ هم اللي عايزين انقاذ؟ يعني انا مش شايفه ان قايمين بدورهم كما يجب، يعني مش. انما كنت اتمنى ان الدكتور مرسي يطلع باستمرار يخاطب الشعب، عشان المخاطبه دي بتقربه لينا. وبعدين لما مثلا يقول اوعدكم بكذا يوفي بوعده، يبقى في ثقه، في مصداقيه. دي فقدها انا في الرئيس الحقيقه. يعني كنت اتمنى واتمنى ان هو يطلع يخاطبنا بصفه مستمره، يشرح لنا ايه المشكله، ازاي هنحلها، ويحلها فعلا، او يوعدنا ويوفي بوعده. يعني دي حاجه انا مفتقداها في الدكتور مرسي. وعلى الله، على الله تحصل يعني. مش عارفه الحل ايه. انا قلقه، يعني حاسه ان احنا على سطح ساخن، صفيح ساخن، مش عارفين لسه، عمالين نتنطط عليه كده ومش عارفين نطفيه. لكن امالي كبيره وتفاؤلي وان شاء الله يعني يحصل استقرار ونصعد بالبلد دي ونرجعها للقيمه والقمه اللي كانت دايما في التاريخ موجوده فيها ان شاء الله. مدام لبنى، دايما في نهايه حواري بسال ضيفي من خلال واحد من الناس، ايه المشروعات الخيريه او المشروع الخيري اللي تحبي حضرتك النهارده انك انت تدعو المشاهدين من محبينك ان هم يشاركوا فيه ويعملوا فيه؟ الاطفال المرضى، يعني ده حاجه بتحز في قلبي جدا جدا جدا، ان هم يلاقوا العلاج، ان هم يعتنى بيهم، ان الشعب او الجمهور او الناس تحس بالام الطفل ده اللي ملوش اي ذنب، يعني ما ارتكبش اي شيء سيء في حياته، ورغم كده بيتالم وبيتعذب وبيعاني ومش بيعرف يعبر عن مشاعره. دي حاجة بتألمني جدا. لما كان عندنا مشروع في الجامعة كان باستمرار وجودي في الملاجئ مع الأطفال وأخفف عنهم. ففكرة الطفل المريض هي دي اللي أكتر، يعني مشروع يبقى قريب لقلبي. بشكرك جدا وسعيد ان انا قابلت حضرتك، التقيت بيكي، وانت واحده من الناس اللي احنا بنحبهم وبنحترمهم وبنقدرهم وبنقدر جدا تاريخهم الجميل اللي امتعنا جدا باعماله الفنيه المتميزه. بشكرك جدا مدام لبنى عبد العزيز. شكرا. كان معاكم الفنانه الكبيره لبنى عبد العزيز، واحد من الناس.